شكرا سيادة الرئيس، وكل عام ومصر تنتظر من سيادتكم المزيد. لتحيا مصر الكنانة في عزة وكرامة، ولتبقى شرطتها وجيشها مع شعبها في رباط إلى يوم الدين. إلى أرواح شهدائنا الأبرار نبعث اليوم برسالة: ما مات من ارتقت مكانته بالشهادة، فهو حي لدى التاريخ إمام. نعم، نتألم لفراقكم، ولكننا نفرح بمنزلتكم بجوار الأنبياء والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. أنتم فخر لنا، وسنظل ما دامت الدنيا نقتدي بكم. أبدا لن ننساكم، وسوف تستمر مصر في سعيها الدائم لتخليد ذكراكم. تكريم الشهداء. يتفضل الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بتكريم أسماء الشهداء. صدق السيد الرئيس الجمهورية على منح أسماء الشهداء أوسمة الاستحقاق. أولاً، وسام الاستحقاق من الطبقة الثانية، اسم الشهيد عميد ساطع عبد العزيز النعماني. تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة شيرين محمد يحيى. ثانياً، وسام الجمهورية من الطبقة الثالثة، اسم الشهيد مقدم علاء الدين أحمد السماديسي. تتسلم الوسام والدة الشهيد السيدة سامية عبد المنعم محمد. اسم الشهيد مقدم شريف طلعت عبد الرحمن. تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة غادة السيد أحمد موسى. اسم الشهيد مقدم من فضلكم هاتوا حق بابا على منع اكبر واجيبه بايدي. اسم الشهيد مقدم مصطفى علي أبو العلا. تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة مريم طارق أحمد.
ثالثا وسام الاستحقاق من الطبقة الثالثة، اسم الشهيد رائد ياسر حسن جنينة، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة منة الله محمد كمال. اسم الشهيد رائد عبد المجيب مصطفى أحمد الماحي، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة رضوى عاطف السعيد. اسم الشهيد رائد عبد الرحمن مهدي الصرفي، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة مشيرة سامية غريب. اسم الشهيد الرائد محمود عبد العظيم أبو طالب، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة ياسمين محمد إبراهيم. اسم الشهيد الرائد أشرف إبراهيم محمد، يتسلم الوسام والد الشهيد السيد إبراهيم محمد إبراهيم جاد.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله جميعا بالسادة الضيوف. أشرف إبراهيم جاد شهيد في سيناء، كان في وسط سيناء، قطاع القسيمة في وسط سيناء. هجموا وراح مأمورية تبع الجيش، قطاع في الجيش، هجموا عليهم 14 إرهابي على الكمين، ضربوا مبيت العساكر، موتوا 26 عسكري، ومنهم كانوا 4 مفخخين، 2 جرهم على لما دخلهم. فأشرف كان في الغرفة بتاعته والضابط زميله والعساكر بتوعهم، فبيقولهم سمع حرس سلاح، فأشرف جره، هجروا بهدوم ما لبسوش هدومهم، جرهم ساعة ما سمعوا حرس سلاح جرهم بالسلاح بتاعهم. بس لقى 2 رايحين على مفخخين، رايحين على مبيت الضباط بتوع الجيش وعلى مخزن الذاخرة، ضرب واحد منهم، جت الطلقة في دماغه مات من أول مرة. الكلب التاني ولا مؤاخذة قعد يواجه فيه، قال للعساكر بتوعه خدوا ساتر واداروا، وخايف على العساكر بتوعه، وقف في وش الإرهابي الفاجر قعد يضرب فيه، وده يضرب وده يضرب لحد طبنجة أشرف واخدة طلقة، ده يدل على إنه كان بيتعامل معاه بشد، قعد يتعامل معاه، جاب له الرصاصتين في رجله، وقف ما نمشي، وقف صامد، وقف شجاع، ضرب لآخر لحظة في عمره، ضربه، جت الطلقة في صدره، قام رامي سلاحه وجاي يفجر نفسه، قام العسكري بتاعه واخده وطالع يجري عشان يحمي أشرف. يعني كل الناس بتقول لك ايه اللي بين العسكري وأشرف عشان يفديه بروحه، لأنه كان أمين وكان شاطر وكان ضابط، يعني كان ملقبينه بأسد سينا، قعد في سينا 3.5 سنين ودفع حياته في النهاية علشان خاطر مصر وتراب مصر وأرض مصر، وهتفضل مصر مصر طول العمر، ربنا اللي حاميها وحارسها وذكرها في القرآن، وهتفضل مصر رغم أنف الحاقدين والحاسدين، هتفضل مصر، وتحيا مصر وتحيا مصر. اسم الشهيد الرائد جمال صلاح سيد، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة شيماء محمد إبراهيم. اسم الشهيد النقيب محمد إسماعيل محمد جاد، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة سماح محمد العربي.
اسم الشهيد نقيب محمدي رجب الحسيني، يتسلم الوسام والد الشهيد السيد رجب الحسيني رجب. اسم الشهيد نقيب محمود مجدي محمد، تتسلم الوسام والدة الشهيد السيدة ميرفت محمود رزق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية إعزاز وتقدير لكل الحاضرين، تحية إعزاز وتقدير لشهدائنا، لأولادنا اللي راحوا بس هم ما راحوش عشان حاجة رخيصة، هم راحوا عشان البلد، عشان أغلى شيء، عشان الوطن. تحية إعزاز وتقدير لأولادنا اللي قايمين بالعمل في الشارع في عز البرد في عز الحر، هما بيحموا وطننا، بيحمونا واحنا قاعدين في البيوت، بيحموا شوارعنا، بيحموا مصانعنا، بيحموا كل مكان. انا بصفتي في التربية والتعليم لما بدخل في اي مكان عشان اتابع الاولاد بقول لهم انتوا مستقبل مصر، انتوا اللي هتشيلوا البلد بعدنا، لازم تكونوا رجالة، لازم تاخدوا القدوة الحسنة من كل واحد بيقدم روحه للوطن.
ما تاخدوش القدوة من أي شخص مستهتر أو من دولة غربية بتعمل تصرفات لا تليق ببلدنا. خدوا القدوة الحسنة من كل واحد بيقدم روحه للوطن، من كل إنسان بيسهر بيخلص في عمله بيخلي باله على بلده، أمين عنده أمانة وعنده إخلاص وعنده حب للوطن. أنا بأمن كل طالب في ثانوي، كل طالب في الجامعة، كل صغير وكبير يخلي باله على البلد عشان هم مستقبل مصر. وبحييكم كلكم، وشكرا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشكرا لكل اللي بيرعانا وبيرعى أسر الشهداء. شكرا لك. اسم الشهيد نقيب عمر مجدي صبحي، تتسلم الوسام والدة الشهيد السيدة مجدة أحمد عبد المقصود. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا موجهة في الأزهر الشريف، وأشكر الرئيس وأشكر الشيخ الأزهر بعت لي وفد يعزيني في ابني بالمنطقة المنوفية، علما بإني ما عملتش في المنوفية ولا يوم. أنا اشتغلت في منطقة القليوبية 30 سنة، والوفد اللي جاني من منطقة المنوفية. عندي 3 ضباط شرطة، عمر رقم 2، عمر طلب الشهادة، آخر حاجة هتبقى على صفحته. عمر طلب الشهادة، آخر حاجة هتبقى على صفحته. ربي يغسلني بدمي واجعل ملابسي كفني واقبلني من الشهداء قبل ما يتوفى بأسبوع، قبل ما يستشهد. هو ما توفاش، هو استشهد. ابني حي عند ربنا، كل اللي شافوه صورة جميلة. ابني مات في كمين العياط في 25/11/2018، من شهرين، والحمد لله أنا راضية بقضاء الله، الحمد لله. السلام عليكم. أشكر سيادة الرئيس
السيد وزير الداخلية، الناس ما قاموا معنا وما أصلوش معنا. وعمر ابني كان ضابط خارج 2017 بيعمل في اسم منشية لنطر الجيزة، وبعد سنة اترقى معنا بحث براشين وعياط، والحمد لله بشهادة رؤسائه يعني كان بيموت نفسه عشان الشغل، بيحب الشغل، والحمد لله ان هو ربنا كتبه شهيد. وسجل تكامل عياد 25/11/2018. بعد اذنكم ليا طلب، مش عارف الطلب ده عند الشعب المصري، مش عارف هل هيتلبى ولا ممكن يادوا كلام بصوره مش حلوه. بعد اذنكم نحافظ على مصر كلنا، وبعد اذنكم كمان طلب، بعد اذنكم كمان مره، المره الثالثه، نترجى السيد الرئيس ان يوافق على اني فترتين كمان رئاستين بعد اذنكم، بعد اذنكم، عشان نحافظ على مصر ونخلص مصر من الارهاب اللي هيدمرها وكان هيدمرها، بس الحمد لله مش هيقدروا علينا، الحمد لله. لو عملوا اي حاجه مش هيقدروا علينا، الحمد لله ان فيها جيش كويس وشرطه كويسه وناس مخلصين، الحمد لله. شكرا شكرا. وسام الاستحقاق من الطبقة الخامسة، اسم الشهيد أمين شرطة ممتاز محمد أبو زيد منصور، تتسلم الوسام أرملة الشهيد السيدة أسماء عبد الله معوض. اسم الشهيد مساعد ممتاز رمضان محمد يوسف، يتسلم الوسام نجل الشهيد السيد أسامة رمضان محمد.
اسم الشهيد رقيب أول خطاب الحسيني محمد، يتسلم الوسام نجل الشهيد السيد الحسيني خطاب الحسيني. اسم الشهيد مجند إسلام ناصر جابر، يتسلم الوسام والد الشهيد السيد ناصر جابر محمد. اسم الشهيد مجند رزيقي عزت أخنوخ موسى، يتسلم الوسام والد الشهيد السيد عزت أخنوخ موسى. تكريم الضباط. يتفضل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنح عدد من أعضاء هيئة الشرطة أنواط الامتياز تقديرا لعطائهم وإخلاصهم. نوط الامتياز من الطبقة الأولى اللواء حسن سامي أحمد العسوي قطاع الأمن المركزي. اللواء عادل أنور توادرس مديرية أمن الإسماعيلية. اللواء هشام طاهر محمود قطاع الأمن الوطني.
أشرف عمر توفيق قطاع الأمن العام. العميد نشوى محمود محمد مديرية أمن القاهرة. العميد حلمي محمد ممدوح الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية. العميد خالد أحمد يونس مديرية أمن القاهرة. العميد أسعد عبد القادر الكيلاني مديرية أمن شمال سيناء. نقط الامتياز من الطبقة الثانية العقيد أيمن يسري أحمد البنا قطاع الأمن الوطني. المقدم مهيب محمد إبراهيم عبد الرازق قطاع الأمن الوطني. المقدم محمود عنتر عبد الونيس مديرية أمن شمال سيناء. الرائد طبيب أسماء عبد الحميد حسن قطاع الخدمات الطبية. سيادة الرئيس، لقد صغت لمصر واقعا وحلما قوميا متميزا يصل الحاضر بالمستقبل ويرعى الأصالة والمعاصرة، فالتف الشعب من حولكم في ملحمة تجسد طريقا للتنمية والبناء. أيها الحفل الكريم،
مع قائد مسيرة الوطن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.